ده ما شفناش هنا. صح هني ولا تحرق فيا بالغاز ما عشان لازم تنفس. تبلح فمك احمد ربي اللي قطعنا منهم الغاز ولا عذاب امومة. اه قالوا كان شق الويض بس هذه مش امنه جمله برجولي. اليومين ما نعرفوش جمله المين لعب معاه ليه راني انا. وليد نعرفها البلاصة هذيا شيد قبل راه. هاي نشوفها. قالوا راني ما نعرفش نعوم معناها وقفني فهمت وقفني خليني نمشي. قالوا لي تعرف تعوم ضرب بالغاز تعلم عوم ضرب. شو جرالك شعيب بعد التدويش؟ والله يا برج اللي ادخل ان شاء الله ربي يرحمه وربي يهلك اللي كان سبب. انا نمثل فيها تمثيل معناتها وحسيت بالرسم بالغصه خلي هو مسكيشني حسن هموت وانا مخون وما تبيش كي تسمع الخور ولا مانيش كي تراهم الوقت من الاول ليلة.